السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم خوتي، إن شاء الله تكونوا بخير. كما شفتوا في العنوان تاع الفيديو راح نحي هذا الشريط اللاصق ولا الفايونس اللاصق ولا ما نعرف كيفاش يسميوه ونبدلو، راح ندير بابي واحد آخر نبدلو الديكور. كما شفتوا المرة السابقة على بالي بلي لو كان درتها وما صورتها لكم مش كاين بزاف اللي راح يبداو يسقسوني كيفاش درتها، ألوغ قلت والله نديرها ونصورها لكم باش اللي راهم انتيريسي يدو فكرة. نحط لكم وين شريتها هكدايا وإن شاء الله تخرج شابة. هيا دوكا بسم الله، اول حاجه نحي كامل واش كاين لهنايا، سيرتو الشيفونه صفر هذه يا حبيبي تبادل ونعاودو ليكم. بون هنا كيما راكم تشوفوا هذا المورسو صغير شريتو باش نبدلو كومبلي، باك عجزت عليه بدلت غير لابارتي هذه باسكو كانت هاد لاكولور شغل مغمومه. شوفوا هكذا، شوفوا هكذا بيضه دركا، هذه تما باش كنت نخدم فيها هذيك الكاريه درتها، دركا نحيها كومبلي. تما اول حاجه واش نديرو نحيوها براك لي طالب كاش عارف هكذا كومبلي هكذا صاير داير، ومن بعدك نبداو نلصقو ان شاء الله. كيما راكم تشوفو نحيت لها كامل هاديك اللصقة هكذا من الفوق للتحت ولا تشبه هكذا. دوكا هكذا نزيد نديرها اللصقة هاديك، نبداو دوكا بالمرحله هذه كاريه صغيره هذه منا طاك نقيسها كومبلي بالمسطره سوا سوا شحال تجي ونوجدها الورقه تاعها ونلصقها. هاولي كيفاش يجي وشنو هذا ما يتلصقش كيما الاولين نحيتو كان في الطرف عنده لصقه سما تاعو نحيت لصق هذا نديرو الباتاكس. تما دوكا انا واش ندير كيما قلت لكم نقيس البارتيه هذه كاريه ونحيلو هنا الكوتي باش تفهموني مليحه كما نعرف اللي نقدر نصور لكم، نحيلو حتى لهنا حتى يلحق بالبيستوري مليح. لامجيلات هي بالبيستوري خير من لامجيلات، سوا سوا قد هذاك المرسو ونجو نلصقوه هكذا ونقطعو. بسم الله هوب نكمل نقطعهم كامل هذا نحيلهم لي كوتي ونعملو ليكم هكذا. راني قطعت لافاتي هذيك دوكا بسم الله ندوز عليها بوسمو باتكس دهنا كامل بالباتكس. بسم الله هكذا هي مع اللون سي كيفاش مليح، نعطي لها لافورم تاعها شويه نجح الله هكذا اللي نلصق فيها هنا هنا مليح ديرو شويه زياده ومن بعدك طيوها بلانجيلات خير، هي المهم كامل من تحت. درك باش ما نلصقوش كما قلت لكم ندوز عليه بكوبات هكذا نحيلو كامل الريح باسكو عماك من الريح هو المشكل هو اللي يخليه يتنحى. ماما الباتات ما كاش كيفاش يتنحى مي حنا نكملوها هكذا. دركا واش ندير نزيد ندير مورسو لهنا تما نضربوش من طرف للطرف. محمد رياح نقيس مثلا نقولو دوكا ما كان لا تقيس ما فيهاش واش تقيس، تقيس غير من الفوق العرض، نقيس العرض ونقطع نقولو 8 سنتيمات واحد اخرى 80. لو كان نسيت تلصق واحد شو واحدة طويلة هكذا ممكن الباتكس ينشف لك باسكو واحد دير بزاف الباتكس ممكن ما تخرج لك الشابه، لهذا نقطعوا مرسوات قال متر ولا نقولوا 8 سنتيمات لصق وخذها قدامها هي رايحه. وشنو توجور لازم لا فينيسيون هنايا الحبه كومبلي لازم فطرت خلاص حبه كومبلي وهي رايحه. ماغري فيديو ماشي تاع ماكله انا مبريكولي مي لازم نشهيكم لاركمونديت سومي بيتزا ماشي ميغا سومي ميغا هاكا سومي ميغا ما عندك قسطا كي العادة باسكو مازالني مبريكولي مازال ما كملتش الدعوة مطولة ديجا درهم 9:30. بسم الله ما شاء الله دوك نطيحو ليها ذوقو طرونشا ولا لا شحال خفيفة أو مقطعة مرسوة صغار هدا واش نحب. هيا نكملو البيتزا تاعنا ونروحو نكملو مبريكوليو وهاوليك المظهر النهائي تاعو. بون مازال غير شويه نيتواياج حاجه خفيفه نمسحو ديك لاراديت نمسحها مرخامه سينو
ليها من نفسك الورقة هاي كيفاش جات البابي يعني هذاك اللاصق جا ما شاء الله. لا كولور هذه خرجت عليه شابة بزاف، شوف الله يبارك خير من الالوان اللي كانوا فيها. ولا غير دوكا كي درت هذا هذوك الالوان ولا يبانوا لي شغل قراب ولا يبانوا كيفاش جاتني في راسي ندير الالوان هذوك. هذه هي ديفو كي دير حاجه شغل كيما نقولوا دير حاجه جديده هذيك القديمه تولي تبان لك كارثه. المهم هذا هو كان الفيديو تاعنا تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله استفدتوا منه. بقات حاجه برك هاي لك ما صورت لكم شحال فيه ديمونسيون تاعو، فيه 2 مترات على 67 سنتيمتر هكذا. انا هذه هي لابارتي كومبلي، هذه من الفوق للتحت شدت لي زوج رولوات، هذاك رولو تروازي ما استعملتوش اني مخبي اون سي جامي شي وحده طير لي نرون بلاصيها، شدت لي زوج رولوات غير شويه يعني. نتوما قيسوا وشوفوا الى عجبتكم بون عنده بزاف. دوك نحط لكم الصفحه تاعو في صندوق الوصف، عنده بزاف الشغل كي نقولوا الوان هكذا كل واحد يستعدو، كاين تاع سالدوبا كاين تاع دوك مع الوقت بان اسكو هذا مليح خير من اللي كان ولا الاخر يعني. ما نقدرش نقول لكم النتيجه اسكو مليحه يعني شغل يشد ولا هكذا باسكو كاين ما عباليش الانتيريس يحبوا يديروه، والله ما نقدر نقول لكم. دوك نجربوا تعرفوا يجوز عليه شويه ما منا كسمانه زوج نعطي لكم رايي، نعاود ان شاء الله نتفكر نقول لكم اسكو مليح ولا ماشي مليح. هذه هي، نتمنى ان شاء الله كما قلت لكم خاوتي الفيديو استفدتوا منها ونلتقي في فيديوهات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.